عندك أغنية عظيمة اسمها اعتراف، مليانة مشاعر، والأغنية دي ليها قصة في حياتك حقيقية. إيه نعم. قصة أغنية اعتراف؟ أول شيء أشكرك إنه يعني أنت حابة الأغنية، جدا. والأغنية دي بأول ألبوم وفعلا حبوها، وهي من كلماتي وألحاني. في مراهقتي كنت بعلاقة، خلينا نقول يعني بس تواصل عبر الهاتف يعني، ففي شخص أنا كنت وايد أحبه، وهو كان هذا الشخص مجروح وكان طالع من علاقة، فأنا كنت البلسم وكنت الشخص اللي يسمع ويطبطب، وبنيت في خيالي علاقة حب جميلة جميلة جدا. ففي يوم من الأيام اعترف لي، قال لي أنا رجعت حق حبيبتي، واللي بيننا كان لا محبة ولا معزة ولا أي شيء. أنا كنت في فترة حيل حيل ضايع، والحمد لله أنه رجعت لي. يا الله. فأنا طبعا ما قلت له ليش ما ليش وكذي، سكرت التليفون، رحت أتذكر في دفتر عندي قاعدة أبكي، قاعدة أكتب، وأنا أحب أكتب وألحن. فقبل التلحين أنا كنت كاتبة الكلام. اعترف لي وقال وخابت الآمال وضاع الحلم اللي غير دنياي، لأن أنا كنت عايشة قصة حب حلوة. أيوة. يعني حياتي كانت فيها رومانسية. أيوة، أنه حلم جميل وكذا. قال إن هواي مجرد بديل، لا حب ولا معزة. ففقد الإحساس، قولوا لي ليش كذي، يعني ليش جرحني وإلى آخره. يعني عشان كده الأغنية اللي يسمعها يحس إنها كان في حاجة، في مشاعر، في صدق فيها. يقولون أختي ياسمين أن يعني أكثر الأغاني التي تمت كتابتها بألم أو بمشاعر سواء حلوة أو مو حلوة، يعني سعيدة أو حزينة، أيوة، سبحان الله تخش قلوب الناس. صح، يعني توصل أسرع. صح. نعم. طب قبل ما نغني الأغنية، هل الشخص ده ظهر في حياتك مرة تانية؟ ظهر. أنا كنت واثقة لأنه أكيد مش هيعرف. ظهر بعد كام سنة؟ ظهر بعد تقريبا 5 6 سنين. سابته بقى حبيبتي الأولانية؟ عند مصافة سيارة في الحاني. أيوه. بيقول لي عرفتيني؟ اوكي عرفتك. ايه، فقال لي انا فلان اللي الاغنيه، لانه يدري وكذي. أيوه. فعرف اني انا بقيت فنانه وكذا، ففي مجال نتواصل؟ لا اكيد لا. نو. اكيد. برافو عليكي. ابدا لا، خلاص ضيعتيني. بس عرفتي هذا الاحساس اللي، ايوه، انه رجع وقلت له لا. بالضبط، خدتي حقك ثالث وهم ثاني. خذيتها يعني بالكون، يعني على قولتهم الظروف هي اللي هيئت الموضوع. صحيح. الله يذكرها بالخير، عشان اذا شافني مو يقول له شايله بقلبها للحين. أيوة. لا، مو شايله بقلبي، بس انت رجعت وهذا، بس انا قلت لك لا. بالضبط كده، وده اقل رد تستحقه. يعني الست عقله وراقيه، ما قالتلكش اي كلام ثاني. قفلت السكه، حد غيرك كان قال كلام ثاني خالص. لا لا لا، ما فيش داعي. ما فيش داعي. صحيح. نعم. بس طلعنا من القصه دي بحته اغنيه هتسمعوها هتعرفوا بقى الذوق العالي. نسمع اعتراف. نسمعها. يلا.
القمر ده.